شكرا لك سي العثماني شرفتنا البلاد. بارك الله فيك شكرا سي الله يعاونكم. اليوم عرفت مدينة وجدة افتتاح المقر الجهوي لحزب العدالة والتنمية. هذا المقر اللي هو جهد جماعي لجميع أعضاء الحزب في الجهة وبتعاون مع الأمانة العامة والإدارة العامة للحزب. احنا بغينا هذا المقر يكون منشط للعمل الحزبي، دافع ليكون العمل الحزبي اكثر التصاق بالمواطنين، ويمكن الهيئات الحزبيه وخصوصا الكتابه الجهويه ومختلف الهيئات الجهويه ديال الحزب على التنميه الملحقه بها، سواء كانت الملحقه بها او موازيه لها بحال الشبيبه ونساء العداله والتنميه وغيرهم، يلقاو فضاء للنشاط وللتفكير ولإبداع أشكال جديدة من العمل السياسي لتعطي العمل السياسي واحد الألق. احنا في حزب عرب التنمية كنهتموا كل عمل سياسي دائما ملتصق بالمواطن، منصت للمواطن، مستمع لانتظارات اللي كيعبر عن المواطن، وأيضا يحاول أن يستجيب لها. وكنظن بان بهذه الطريقه يمكن نبنيو عمل سياسي نبيل ان شاء الله، ونعاود نرغبوا الشباب والناس باش يجيو للاحزاب السياسيه وتعاود الثقه في المؤسسات السياسيه ترتفع. هناك لقاءات حزبيه في مدينه وجده، لكن هي لقاءات جهويه كتستهدف الى التواصل مع اطر ومسؤولين واعضاء الحزب بالجهه ومناقشه تحديات الوضعية السياسية اليوم. احنا عرفنا بان احنا خصنا واحد الدفعة اللي تعطي العمل السياسي النفس ديالو حقيقي، وهذا هو واحد من الامور اللي حزب عدالة التنمية كيساهم بها. من نهار تأسس حزب عدالة التنمية هو كيحاول يساهم باش يعطي فعالية للعمل السياسي، يعطي الروح للعمل السياسي، يعطي مزيد من الأخلاقية في العمل السياسي، وهذا هو. وخصنا نقطعوا مع العمل السياسي اللي كيعول على توزيع الأموال على المواطنين ليصوتوا لبعض الأشخاص أو لبعض الأحزاب، وهذا الشيء كنعولوا فيه على الوعي ديال المواطن، ماشي على شي حاجة أخرى. إذا ما كانش المواطن هو متحمس واعي فليس هناك أي عمل سياسي ناجح.